هاجم مدرب نادي تشيلسي جوزيه مورينيو حكم مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطار الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعتقد المدرب البرتغالي أن الحكم أنتوني تايلور لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة حسب قوله لصالح نجمي سيسك فابريغاس. وقال مورينيو عقب نهاية المباراة: ساوثهامبتون قدم مباراة جيدة وكان لديهم تنظيم مميز على أرض الملعب وقاتلوا من أجل الحصول على نقطة التعادل، لكن لا أستطيع أن أفهم مثل هذه الأخطاء الكبيرة من الحكام. كنا نستحق ركلة جزاء اليوم، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء ومنح بطاقة صفراء لفابريغاس، والشيء نفسه حدث مع دياغو كوستا أمام بيرنلي. لقد كانت نقطة ثمينة أمام فريق صعب. أتمنى سنة سعيدة للحكم، لكن أعتقد أنه يشعر الآن بالخجل. من جهة أخرى، انتقد فابريغاس قرار الحكم تايلور قائلا بعد المباراة: لا أعتقد أن الحكم تايلور قدم أفضل مباراة في حياته. أنا لا أعرف إذا كان اليوم سيكون قادرا على النوم أم لا. لقد قدم مباراة سيئة تحكيميا. رغم تعادل تشيلسي أمام ساوثهامبتون، إلا أنه واصل تصدر ترتيب البريمير ليج بفارق 3 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي تعادل بدوره أمام بيرنلي بهدفين لكلا الجانبين.